موجز الأخبار، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة، وقدم الطلاب الخريجون عروضا تظهر ما اكتسبوه من مهارات فائقة في التعامل مع الخارجين على القانون وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن، مع أبرز التدريبات التي تلقوها خلال تواجدهم بداخل مقر الكلية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، ويأتي القرار إعمالا للقانون رقم 13 لعام 2017 الذي يسمح للرئيس باختيار واحد من بين سبعة الأقدم خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود الذي انتهت ولايته اليوم. اجتمع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر هيئة الاستثمار مع عدد من الوزراء في إطار متابعة الموقف التنفيذي والخطوات الجارية لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات المختلفة. خلال هذا الاجتماع أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة للمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات للتأكد من سيرها وفق المعدلات المطلوبة، وسعي الحكومة أيضا لتطوير الخدمات المقدمة لكافة المواطنين. قامت قوة إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية بتنفيذ حملة مركزة لاستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقد تم خلال هذه الحملة اكتشاف وتدمير خمس عربات دفع رباعي ووكرين للعناصر التكفيرية ومخزنين لتصنيع العبوات الناسفة ولينش بحري أثناء محاولته التسلل إلى ساحل البحر ومقتل من بداخلهم. قال وزير الخارجية سامح شكر إن إصرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على اتخاذ خطوات حاسمة ضد التدخلات القطرية كان لزاما. وقد شدد شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري أن الإرهاب انتشر في العراق بفضل الدعم والتسليح والتمويل واستقطاب المحاربين وفتح الحدود لنفاذهم إلى الساحة العراقية. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.